السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الإخوة والأخوات الأكارم، السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب للقوى الثورية المعارضة أن ترحب بالإخوة والأخوات المشاركين في معرض الإباء الثوري في بلدة المعامير، هذا المعرض الذي يقام بأركانه الثورية الفنية ضمن الفعاليات الواسعة التي تشهدها البحرين تحت عنوان أيام الإباء. كما تود القوى الثورية المعارضة التأكد على أهمية المشاركة الواسعة في خطوات إضراب الإباء والتي تم الكشف عنها مؤخرا. شكرا لكم على هذا الحضور المبارك، وكونوا على استعداد دائم للمشاركة والفعاليات الكبرى لإحياء الذكرى السنوية الرابعة لانطلاقة الثورة شهر فبراير المجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والمجد والخلود لشهداءنا الأبرار، ولن نركع إلا لله.